رأيتما مسلسل المعلم فانج البارحة؟ كان مذهلاً. كان المعلم فانج جيداً، لكن كيت ماجي أكثر روعة. أشاهدته أمايا؟ لا، كنت أتمنى أن نلعب على الأراجيح. أنا آسف أمايا، سوف نلعب المعلمة فانج وكيك ماجي، معلمي الفنون القتالية. ممتع، سألعب معكما. أنا فلاسي فلاش. مسلسلها مختلف، ليس منطقياً. أعرف، كوني سلوبي الكلبة المعاونة لفانج وكيك. لحظة، أتريد أن ألعب دور الكلب؟ لا، بالطبع لا، نريدك أن تلعبي دور الكلب المساعد. انظرا، أدوات ساحة اللعب مفقودة. ترى من فعلها؟ لست متأكدا، علينا أن نعرف كما كان سيفعل المعلم فانج وكيك ماجي. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموت والناس نائمون. هيا لاينول، أنت سحرية مطيعة. لو أملك حيوانا أليفا، إنه مسلٍ. أجل، لكنها تريد اهتماماً. ربما، لكنها مسلية. سنفعل الكثير من الأشياء معاً. سنلعب ونمرح. إنها إشارة الإنذار، أحدهم يحاول اختراق مقرنا. أوه لا، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموت والناس نائمون. أترى شيئاً غريباً؟ ليس فعلياً. مهلاً، هناك. لا، أهذا روبوت روميو ومعه مزلقة ساحة اللعب؟ على ما يبدو، إلى سيارة القط. ها هو المقنعون الصغار. المعلم فانج مستعد للقتال، وكذلك كيك ماجي. لكن استسلم روميو، لن تفلت. أنا لا أحاول الهرب. بالضبط. مهلا، ماذا؟ ما هذا؟ مرحبا، أنا روبي. لا تكن مهذبا مع المقنعين الصغار، لكنهم يبدون لطفاء. هذا آخر اختراعاتي، صديقي الروبوت المطور الجديد، سيساعدني في أعمال الشر. ماذا فعلت بأدوات ساحة اللعب؟ لست من فعل ذلك، لما لا تسألونه؟ هذا الروبوت مصنوع من جميع المعدات المفقودة، إنها هنا. هل يقوم روبوتك القديم بصنع روبوت جديد؟ لماذا تريد صنع روبوت آخر؟ لا أعلم، ربما أصيب بالجنون لأنه لا يصغي لأي شيء أقوله. هذه مهمة المعلم فانج وكيك ماجي، هيا بنا. لكن بقوة قبضة المعلم فانج الهائلة آمرك بالتوقف. إلا إن كنت تريد أن تواجه ركلة القوية. زاحف، أحتاج تمارين الإطالة أولا، أعد معدات ساحة اللعب. لا، هذا الروبوت هو صديقي الحميم الجديد. كيك، إنه يهرب. هيا بنا أيها المعلم فانج. لحظة، انتظراني، انتظرا. واو، ما هذا؟ لا يوجد دخيل، إنه طائر. رائع. هيا تعال إلى هنا. انظرا، إنه يحبني. لدي قوة الطيور، أيمكن أن يصبح حيوان أليف؟ الاعتناء بالحيوانات الأليفة ليس سهلاً، يحتاج إلى جهد كبير. ما مدى صعوبة الأمر؟ سأسميه بيردي. هل تظنين أن الاعتناء بالحيوانات الأليفة أمراً سهل؟ ليس هذا ما أعرفه. شوف، إن أرادت أن تكون مقتنية حيوان مريعة فلا بأس بذلك. والآن سأقوم بتنفيذ خطتي. هاي بيردي، تعال، لا تخف. انظرا، الفتاة لونا تأخذ شيئاً من المتحف. بوما، ابقي مع بيردي، سنهتم بلونا. أريد الانضمام إليكما، أيجب أن أبقى مع بيردي؟ أجل، يجب أن تمنحيه مكاناً ليعيش فيه. ابني له عشاً في المقر الرئيسي. سأفعل لاحقاً، ستهرب لونا إلى طائرة بوما. سيكون بيردي بخير وحده. Ha 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 ha!
دربتك تماما. انتهت المرحلة الأولى. لم أعد بحاجة إلى هذا. أوه لا، أطير فوق المباني وأراقب المكان. المعلم فانغ وكيك ماجي لا يحتاجان هذا. معلما الفنون القتالية. هيا، أجل مستعدان لأي شيء. آسف. لا بأس. يا، لكن ماذا عني؟ يا إلهي. لم أكن مستعدا. ولا أنا. لا يمكن لسلات مفاية متدحرجة أن توقف كيك ماجي. أين هو الروبوت؟ يتجه نحو المتنزه. حسنا، إلى سيارة القط. احذروا أيها المقنعون الصغار، إنه جديد، ما زال هناك بعض المشاكل فيه. هل أنت بخير؟ انتبه إلى خطواتك أيها الأحمق. ماذا قلت للتو؟ لا شيء. ها، هيا بنا يا روبوت. أثار حيوانك الأليف الفوضى في مقرنا. لكن لما فعلت هذا؟ ربما لأنك تركته وحده. لاينل يحدث الفوضى دائما حين لا أعر الكثير من الانتباه. ظننت أن الحيوانات الأليفة مسلية. إنها مسلية وتحتاج إلى تدريب وتمرين والكثير من إنها الفتاة لونا في حديقة الحيوانات. هيا بنا، فلنذهب. لكن ماذا عن بيرتي؟ سأخبر كساتي معنا. سوف أقوم بتدريبه ونحن في الطريق. لا يمكنك اصطحابه أثناء المهمة. سيكون بخير، صحيح؟ توقفي لونا، دعي الفراشات وشأنها. يا إلهي، إنهم المقنعون جاءوا لإفساد متعتي مجددا. هيا عثث، لنخرج من هنا. غريب، ليس من السهل إخافتها عادة. هيا، يمكنك العودة إلى الداخل. الآن بيرتي، أنت تخيفها. اذهب وانتظرني في الطائرة. إنه يريد بعض الاهتمام فقط. هل هذا يعني أن البومة تتركك وحدك باستمرار؟ حسناً، لقد نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتي. أعتقد أنك مستعد للثانية. وماذا لونا؟ أريد بلورتين صغيرتين إضافيتين. ضع هذه في غرفة البومة والزاحف كي أتمكن من السيطرة على المقر. لا تخذلني أيها الطائر. عدت إلى منزلك أيتها الفراشات. أجل. ها هو. ما هي الخطة؟ الخطة ابقيا هنا وشهدا كيك ماجي وهو يقوم بعمله. ماذا؟ مستحيل. محقة، المعلم فانغ سينقذ الموقف. لنفعل ذلك معا كما حدث في مسلسل البارحة. أو يمكنني كفلاسي فلاش أن الانتظار. فكرة رائعة، هيا بنا. استسلم أيها الروبوت، إما أن تعيد الأدوات أو ستعرف ما هي ركلة التنين الخاصة بالمعلم فانغ. وركلة إعصار الألم الخاصة بكيك ماجي. لن أفعل. جنيت على نفسك. أنتما بخير؟ نحن بخير، المعلم فانغ وكيك ماجي قويان. إلا أنهما لا يضربان بعضهما. أيمكن أن نعمل معا ونوقف الروبوت الآن؟ سأكون فلاس فلاش. آسف، لا تلائم المعلمة فانغ. يمكنك أن تكوني سلوبي. انبحي كما كان ينبح. هوب هوب. لا أريد أن أنبح كالكلب. ها؟ أيها المقنعون الصغار، انظروا كيف يتم الأمر. توقف عن العبث، عليك أن تصغي إلي. الروبوت مشوش، إنها فرصتنا. محقة، مستعد كيك ماجي؟ مستعد. سأستخدم سرعتي الخارقة لأنفذ الركلة المرتفعة السريعة. وسأستخدم قوتي الخارقة لتنفيذ لكمة كيك ماجي العنيفة. لكن ماذا عني؟ آسف، لكن سلوبي لا يملك حركات خاصة. حسناً، هيا بنا. أخبرتكما أنني لن أكون سلوبي، سأكون فلاس فلاش.
الحيوانات، تحتاج بيتا وتحتاج تدريبا، ومؤكد أنه جائع. أبس حسنا، هيا بنا، وقت العشاء. وسننظف غرفة الفتى القط. الفتاة لنا؟ لا أصدق، أحتاج إلى صديقي. لا بيردي، ابقى هنا وكل، سأعود سريعا. رأيت لونا على الشاشة، إنها في الأعلى، إنها هنا. حسنا لي، مهلا، ما هذا؟ بعض الطعام البردي. بدا جائعا للغاية، أعطيه إياه. سأفعل ذلك، لكن علينا الاهتمام بأمر لونا. إنها لم تطعمك حتى، صحيح؟ والآن هيا افعل ما دربتك عليه، وأنا سأشغل المقنعين الصغار. تعال وأمسكوا بأيها المقنعون. عليك أن تصغي إلي. لن أفعل. هيا. هاي روبوت، هذه آخر فرصة لك كي تعيد الأدوات. لن أسمح بأخذ صديقي يا روبوت، إنه صديقي الحميم الجديد. روبوت أنت محاصر، كيك ماجي والمعلم فانج يتغلبان دائما على الأشرار حتى إن كان روبوتا. لا تنسياني، أنا فلاس فلاش، مع ركلتها الجديدة المطورة. مرحبا أنا روبوت. أو لا، روبوتي الصغير. آسفة. هل أنت بخير روبوت؟ أنا بأفضل حال، لأنني قررت فجأة أن أسيطر على العالم. ماذا؟ لكن السيطرة على العالم هي مسؤوليتي. ليس على الآن. هاي أنزلني. أسيطر على العالم. ماذا حدث؟ لقد كان لطيفا. على رامي بأن فيه بعض المشاكل، حتما تحركت دارته الكهربائية عندما اصطدمت به وتحول لشرير. آسفة. لا، نحن آسفان، هذا ذنبنا، لو سمحنا لك بالانضمام لنا لما حدث هذا. إنه محق، إن كنت لا تزالين ترغبين في أن تكون فلاس فلاش سيسرنا أن تكون معنا في الفريق. اتفقنا، هيا لنوقفه وننقذ روميو ونستعيد معداتنا. سيطر على العالم، سيطر على العالم. روميو أنا قادم. مشكلة في مقرنا. حولته إلى مغناطيس ضخم خاص بي. تم إغلاق الأبواب مغناطيسيا، وقريبا بفضل ذلك الطائر سيسحب كل شيء في المدينة. لتصبح مايكي. ماذا؟ أفعل بيردي هذا؟ مستحيل. هذا صحيح أيتها الصغيرة، أنت سيئة في التعامل معه لدرجة أنه وضع بالأوراز في مقركم، وبما أنني سيطرت عليه يمكنك استعادته. لكن لما خذلني بيردي هكذا؟ ربما لأنك لم تعتني به جيدا. هذا ذنبي، لو أنني دربته وأطعمته واهتممته به لما حدث هذا. بيردي إن كنت تسمعني آسفة، الحيوان الأليف ليس للتسلية وحسب. كان يجب أن نهتم بك. حان وقت البطولة، سوف أقوم. هاي انظرها. بيردي. هاي بيردي، أعدك بأنني لن أخذلك أبدا، سأبني لك عشا وسأطعمك وأدربك وسنكون صديقين. هاي ما هذا الصوت؟ ماذا يحدث؟ بدأت قوى الفتاة لونا تعمل، المقر الرئيس يسحب كل شيء. لن تصمد البوابة طويلا، إن ترى كل شيء نحو المقر دفعة واحدة فقد تدمره. يا صديقي علينا إيقافها. ابقى بعيدا. أتريد المساعدة؟ حسنا هيا بنا. هذا الأمر ذهب الخارقة. هيا يمكننا فعلها. لا أظن ذلك. لا شيء الآن.
سيوقف المقر. بوجود بلورات في الداخل سيكون كل شيء ملكي. ها، أصبحتما صديقين الآن. أجل، أنا وبيرتي سنردعك. أنا آمرك توقف مكانك روبيت. المعلم فانغ وكيك ماجي سيواجهانك. اترك روميو. مستحيل. انتهى الأمر. هل تريدون؟ التقطوا. التقاط فلاسي فلاش الخارق، أمسكته. أحسنت بو، أعني فلاسي فلاش. وداعا أيها المقنعون الصغار. مرحبا، أنا روبيت. هل تريدون أن نصبح أصدقاء؟ أيها المقنعون الصغار، تركتموني بعيدا رغم أنه كان بإمكانكم الطيران بي إلى هنا. روميو. روبوت صديقي القديم، مسرور لأنك تتحدث إلي. الصداقة. أجل، ألا تحبون النهايات السعيدة؟ هلا حصلت على عناق. ربما، لكن بعد أن أعيد برمجتك حين نعود إلى المنزل. هيا لنذهب. حسن، بعد أن أعيد معدات ساحة اللعب. حسن، لا يتوقف المقنعون الصغار عن إعاقتي. مرحبا، أنا روبيت. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. رائع أننا استعدنا المعدات. قمت بعمل رائع البارحة. هل أناديك فلوسي فلاش؟ مسرور لأنك رفضت أن تكوني الكلب سلوبي. سأكون سلوبي. أريد أن أكون سلوبي. أو أو. قلتها أولا، أنا كلب أفضل. أو أو. لا، أنا كلب أفضل. أو أو. لا، أنا أفضل. أو أو أو. لديك خطة؟ حسنا، هيا أثق بك. ها؟ ماذا ستفعلين أيتها البومة؟ أيها الطائر الغبي، تعال. أحسنت عملا، سأساعدهما. أيمكنك أن توقف شعاع لونا؟ لن تتمكنوا من التغلب علي أيها المقنعون. ماذا؟ ما الذي حدث لقواي؟ هذا ما يفعله حيواني. هذا الطائر سخيف سيء مثلكم، لكن سأنال منكم جميعا، تذكروا هذا. سأكون أنا وبيردي بانتظارك. وأنا والزاحف أيضا. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. اجلس لاينل، ابقى مكانك. التقط. هذا رائع غريغ. انظرا بيردي. أهلا أهلا، لنرى ما يمكنك فعله. أو تعليم حيوانك خدعة يحتاج جهدا. أعرف، لكننا كنا نتمرن. هيا افعل ما علمتك. اجلس. ابقى مكانك.